إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فهذه هي خطبتنا الثانية التي هي بعنوان حال السلف مع القرآن الكريم والدين فكيف بحالنا ولقد ذكرنا في خطبتنا الماضية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن وحاله مع الدين وذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن وهنحن إن شاء الله تعالى نستمر في خطبتنا فنقول وبالله التوفيق لقد كان اهتمام السلف الصالح بالقرآن كبيرا وتدبرهم له شديدا وتأثرهم به عجيبا كانوا يحيون به ليلهم ويزينون بتعلمه وتعليمه ودراسة أحكامه نهارهم وتدمأ وتبكي عند تلاوته عيونهم قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبيها صديق هذه الأمة وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه عند قراءة القرآن ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو أمرت بغير أبي بكر وصح عن عبيد الله بن شداد رحمه الله تعالى أنه قال سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصف سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصف وهو يقرأ سورة يوسف عند قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وثبت عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه أنه قال كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون بكى رضي الله عنه حتى بل لحيته البكاء ويقول بلى يا رب وصح عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ كيف لا يكون هذا حاله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن حين سماعه وقراءته وقال ربهم جل وعلا في وصف القرآن ووصف أهل خشيته معه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم